بنرحب فيكم مشاهدينا معنا في حلقة جديدة من برنامج صنع في الأردن. اليوم راح نتعرف على شركة مياه المها، وهي من الشركات الرائدة على مستوى المملكة في مجال إنتاج وتعبئة المياه المعدنية وتوفير مياه نقية وصحية بأعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات، وهي أصبحت علامة تجارية موثوق فيها بشكل كبير جدا من قبل المستهلكين، وهي حاصلة على شهادة الجودة الأردنية وتصدر لمختلف الدول العربية. خليكم معنا مشاهدينا، خلينا نتعرف أكثر على شركة مياه المها، تابعونا. تأسست شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة المها عام 1968، وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع صناعة الألبان في الأردن، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المميزة. وتسعى الشركة ومنذ تأسيسها للابتكار والتطوير والتحديث المستمر، وبذلك تم إنشاء شركة تعبئة المياه المها لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية النقية وبأعلى معايير الجودة الدولية، حيث تعتمد الشركة على أحدث التقنيات في عمليات التنقية والتعبئة، وتلتزم بكافة المعايير البيئية في إنتاجها، مع التركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة بشكل مستدام. شركة الألبان المها هي شركة الألبان الأردنية، تأسست عام 1968، تخصصت في صناعة الألبان والأجبان في ذلك الوقت، حيث كانت متطلبات السوق في هذاك الوقت لهذه المنتجات الحديثة المصنعة بطريقة علمية وتقنية عالية. كانت شركة الألبان الأردنية تسعى دائما للتطوير والتحديث، فجاءت فكرة بناء مصنع المياه تحت مسمى المها. تم تأسيس مصنع المياه المها في عام 2021. هذا المصنع يعتبر من أحدث المصانع اللي في المملكة، حيث هناك مكائن ومعدات. تم التعاون مع الشركات الكبرى العالمية في صناعة المكائن للحصول على أجود أنواع المياه والتعبئة. وتعتمد الشركة على المياه الجوفية، والتي يتم استخراجها ومعالجتها وفقا لأحدث معايير التنقية العالمية. كما تهتم المها بتقديم منتجات متنوعة لتلبية احتياجات السوق المختلفة، سواء من حيث أحجام العبوات أو من خلال توفير منتجات مياه غنية بالمعادن المفيدة. وتركز الشركة على الالتزام بالمسؤولية البيئية من خلال استخدام تقنيات تعبئة صديقة للبيئة ومواد قابلة لإعادة التدوير، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى المستهلكين الذين يبحثون عن الجودة والاستدامة. تعتبر مياه المها من أنقى المياه في المملكة من حيث مصدر المياه الجوفية المتوفر لدينا، حيث يتم مراعاة جميع الفحوصات المخبرية وفحوصات والمواصفات الجودة العالية، ذات الجودة العالية من خلال الآبار، وكذلك المنتجات النهائية وطريقة تعبئتها وطريقة توزيعها من خلال أسطول سيارات مهيئ لهذه الظروف. يقوم قسم ضبط الجودة داخل مصنع المياه بفحص جميع مراحل المياه داخل وحدة معالجة المياه وفلترتها، وجمع العينات من وحدة المعالجة ومن خط الإنتاج والمنتج النهائي، ونقوم بفحص العينات بثلاث فحوصات: فحص كيميائي ومايكروبيولوجي وفيزيائي. الفحص الفيزيائي يكون الفحص داخل مختبر المياه باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة مثل جهاز فحص السبكتروفوتوميتر، والفحص الكيميائي كذلك باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة مثل جهاز العكورة، والفحص الميكروبيولوجي بنأخذ عينات عن الخط كل 3 ساعات. وتشمل مراحل التعبئة استخدام زجاجات مصنوعة من مواد آمنة وصديقة للبيئة، يتم تعقيمها قبل ملئها ثم تغلق بإحكام باستخدام أغطية مقاومة للتسرب، وتخضع المنتجات لعمليات فحص دقيقة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية
والجودة المطلوبة من خلال المختبرات الخاصة بالشركة، والتي تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث العلمية والفحوصات المخبرية الدورية لضمان وأمان المنتج النهائي. مياه المها تمر بعدة مراحل أثناء عملية التعبئة، تبدأ من المادة الأولية وهي مادة موردة من المصنع تابع لمجموعة المها، ومستخدم فيه مواد بيور نقية تخضع لفحوصات منها شهادات عدم الملامسة، إخراج عينات للجمعية الملكية ومختبرات مختصة للتأكد من سلامة المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج. بتبدأ من البريفورم، بتدخل مادة البريفورم على ماكينة التعبئة. أول عملية من عمليات التعبئة هي عملية النفخ، تدخل على حبة البريفورم تتعرض لدرجات حرارة مضبوطة ودرجة وتبريد وهواء، فبتتم هاي الأمور في كلوز سيستم، نظام ما بتمسه الأيادي نهائيا. فبتتعرض الحبة ضمن النظام اللي معمول فيه داخل الماكينة لدرجات حرارة معينة، تتعرض لضغط هواء بتشكل العبوة وتحصل عملية تبريد، بتم نقلها للماكينة الثانية وهي عملية التعبئة، عملية الفيلينج. يتم نقلها عن طريق ما يسمى بالإير كونفاير. الإير كونفاير بشركة المها للمياه مزود بنوع مخصص من الفلاتر يمنع دخول أي نوع من أنواع الميكروبات إن وجدت في الجو للعبوات أثناء انتقالها من ماكينة النفخ لماكينة التعبئة. في ماكينة التعبئة بتمر في مرحلتين، مرحلة الغسيل والتعقيم العبوات، ثم مرحلة التعبئة. بعد عملية التعبئة بصير عملية الإغلاق، وهاي العملية لا تتجاوز 10 ثواني، بسبب إنه سرعة المكن عندنا تقريبا 16,000 حبة بير أورز أو 16,000 حبة بالساعة. ثم تنتقل العملية بعد عملية الإغلاق على حسب كونفيرات، تنتقل إلى المرحلة التالية وهي عملية إلصاق الليبل. تتم عملية إلصاق الليبل مكان مخصصة، وثم عملية وضع التاريخ، ويتم وضع التاريخ باستخدام مكائن ليزر للحفاظ على عدم مسح التاريخ والتحقق من عملية أن الطباعة سليمة 100%. وتواصل شركة المها لتعبئة المياه مسيرتها نحو الريادة من خلال التزامها بالجودة والابتكار، وتعمل على تلبية احتياجات عملائها وتقديم منتجات نقية وآمنة، مع التركيز على المسؤولية البيئية والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية بفضل رؤيتها الاستراتيجية وحرصها على التطوير المستمر. وتبقى المها في طليعة الشركات التي تساهم في تعزيز قطاع المياه ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة على مكانتها كشريك موثوق للمستهلكين داخل وخارج الأردن. وصلنا إلى مرحلة أن جميع الكوادر الفنية والعلمية والجميع العاملين في هذه الشركة كوادر وطنية خالصة، تعمل بجهد ومثابرة لعمل على نشر هذا المنتج في جميع أنحاء المملكة، نتيجة للمتطلبات العالية من السوق المحلي والخارجي على المياه. ارتأى مجلس الإدارة أن نقوم بطلب خطوط إنتاج جديدة من المياه، وهذه المصانع التي تم طلبها تعتبر من أرقى المواصفات الأوروبية لتلبية حاجات السوق المحلي والخارجي للتصدير.